اليوم طبعا الانطلاقه اليوم الاول في مزاد لي ولد تمور بيكون في مدينه زايد ان شاء الله بعد صلاه المغرب. طبعا احنا حاليا جاهز التحضيرات وصف التمور المراد نزايد عليها ان شاء الله على طاولات المزاد. نتمنى ان شاء الله التوفيق. مبدئيا كميات التمور اللي وصلت لنا السنه اتوقع ضاعفت عن السنين عن النسخه الاولى، ونتمنى التوفيق ان شاء الله في الجوله الاولى، ونشوف ان شاء الله محصلة المزاد إن شاء الله في آخر اليوم. أشكر الحكومة جزاهم الله خير يعني تنظيم مثل هذه المهرجانات والغايمين عليها، والله يطول عمر حكومتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه من أفضل الأمور لأن تدعم المزارع. حاليا المزارع ما عنده جهة معينة تتقبل يعني تمورك وكذا، فالحمد لله الواحد حصل مجال يقدر يعرض تموره الطيبة وتحصل سعرها اللي هي تستاهله يعني، واجتهدت المزارعين تبارك الرحمن وين كان الإنتاج ووين صار يعني قبل وبعد. الحين صار من أفضل أنواع التمور حاليا، نزلت اليوم بتشوفونها مشاركين العالم في اغلب التمور، يعني جميع التمور اللي تخطر على بالك تبارك الرحمن موجود الزاملي، الاخلاص، الدباس، الخنيزي، فرض، جميع اصناف التمور موجوده على مستوى يعني، بتشوفون ان شاء الله عبر التصوير وبتشوفون الاسعار الطيبه، والحمد لله هاي يعني منصه تجمع المزارعين، هذا اللي مطلوب صراحه. هذا المزاد الثاني على التوالي، اقبال عليه قوي، والمتميز في تموره لانه طال عمرك من الظافره ومن ليوا، ونحن نتريه من سنه لسنه، بس المفروض يعني ان يكونون كل سنه مره في ليوا ومره في ابو ظبي ومره يكون في العين، لان كل وعنده طال عمرك منتوجه ومدخوله، بس ما شاء الله متفرد من العام، وهي السنه الثانيه على التوالي وجايين احنا من العين عشان المزاد هذا. واليوم ان شاء الله بيبين عندنا النخب والاشياء المعروضه اليوم الطيب. بادره طيبه هذا اول شيء، ودعم المزارعين لاجل يشوفون تمورهم. بعدين السنه هذه اشوف التنظيم احسن، وكل مره كل شيء يتعدل اول باول، ونحن نتمنى لكل مزارع ان يعرض بضاعته الطيبه، وعشان انه يكون عليه له دعم، ونتمنى الدعم من الشباب وندعمهم ينتبهون الى مزارعهم وتعديل المزارع وتعديل الانتاج الافضل كل سنه افضل عن سنه ان شاء الله. ونحن اليوم الحمد لله حكومتنا ما تقصر، واليوم سووا مهرجان التمور هذا من احسن المهرجانات، وكل سنه بيبين احسن واحسن.
بدايه المشروع انا هاوي اللي هي القهوه المختصه، اللي هي القهوه اللي معطينها ريت من 80 وفوق، وتعتبر من افضل الانواع اللي هي من القهوه، وتكون محصول فريش يعني على الموسم، مثل ما الناس تشتري التمور في موسمها. القهوه اللي انا اقدمها للناس هي يعني قهوه في موسمها، والايفنتات هذه اللي تحصل في مدينه زايد، في ليوا، في ابو ظبي، نحن نحضرها لان نعتبرها كدعم قوي كمشاريع صغيره، والمنتجات اللي نحن نقدمها تعتبر من الافضل اللي موجوده في السوق حاليا، ونتمنى من هذه الفعاليات انها تكثر في منطقه الظفره وفي ابو ظبي والعين وفي جميع المناطق ان شاء الله، وتدعم جميع المشاريع. ونشكر القائمين على المشاريع هذه وعلى المبادرات الطيبة وعلى الإيفنتات، ونشكر القيادة ونشكر الشيوخ في كل ما بذلوه من جهد.